حول هل المناخ العام في تونس اليوم يحرض على العنف، وكأنه سمحني وكأنه المناخ قبل الثورة لم يكن محرض على العنف ضد المرأة. هذا اللي نحب نحكي فيه، معناتها فما علاقة أكيد ما بين المناخ العام نتاع العنف والمناخ والعنف المسلط على النساء أيضا، لكن فما خصوصية للعنف المسلط على النساء. خصوصية العنف هذا أنه دائم موجود، أنه دائم 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 دائم، كما هو موجود في كافة المجتمعات، موجود زيادة في مجتمعنا، وموجود في فترات الانحطاط والانحطاط، وفي فترات الازدهار، وفي فترات هذا عنف، اللي على هذاك عنف مجتمعي قائم على أساس رؤية دونية لمكانة المرأة في المجتمع. هذا هو هذا المفصل بالنسبة لنا احنا. حاجة هامة ياسر كي نحكي على عنف مسلط على النساء، راهو نحكي على عنف خصوصي. وقت اللي يكون فما مناخ عام متاع عنف، العنف ذاك باش يزيد، كيف ما باش يزيد في المجتمع، لكن العنف ذاك باش يزيد. احنا مثلا ابان الثورة شفنا فما عنف ضد المواطنين بصفة عامة، نجي ونشوف العنف المسلط على النساء نلقاوه الأكثر ونلقاوه الأبشع ونلقاوه المسكوت عليه، معناتها على هذاك تابو، وفي نفس الوقت ما يخوش الحيز، وكأنه هو الأكثر مباح والأكثر اللي يتحس. كيف نعنفك في مرتك نحسك نفقدك أنت رجوليتك، وأما كل المرأة ذيك وكأني وسيلة لكسب أو إعطاء إضفاء الرجولية للشخص أو لضربها أو لضربها. إذنك فما في حالات الحرب هذه ولا في حالات الصراعات، اللي نحب نقوله اليوم أني في مجال العنف الخصوصي بيدو فما العديد من المعطيات الجديدة اليوم اللي هي تزيد تشرع له. احنا خاطر بلاد اللي ما اهتمتش بالظاهره هذه. احنا كجمعيه تونسيه للنساء الديمقراطيات من بدايه التسعينات نقولوا راهو العنف موجود بشكل كبير في بلادنا، راهو لازمتنا نهتموا به، راهو لازمتنا نتخذوا الاجراءات. فتحنا مركز ضد العنف المسلط على النساء سنه 93 واستقبلنا النساء وورينا بالحالات اللي رافقناها بالحالات اللي سمعناها، راهو ظاهره كبيره ومتفشيه، راهي ظاهره خطيره، راهو مش ممكن نقبلوا في بلادنا ان امراه تتعنف، اني امراه تتمس في كرامتها، اني امراه تغتصب، اني امراه تتحرش بها جنسيا، اني امراه تحرم من شهريتها، هذا الكل مش معقول. لكن ما خذيناش حتى اجراءات، خاطر الدوله في مده طويله ما كانتش تحب تسمع الحكايه هذه، ما كانتش تحب تسمع. انتظاراتنا كانت ما بعد الثوره اني باش يقع الاهتمام بالظاهره هذه، باش يقع تفعيل التصورات الاستراتيجيه الوطنيه هذه لمناهضه العنف اللي هي بدات قبل ما تعمل فيها حد شيء، اني باش نقدموا فيها بالكدا. اليوم اللي نقولوه هني ماذا ما قدمناش فيه بدرجة كبيرة، رغم أني فما حاجات تعاملت، مثلا تفتح أخيرا مركز لإيواء النساء ضحايا العنف، ولا تفتح مركز للتأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف، لكن الإجراءات هذه تبقى محدودة. كيف نشوف أهمية الظاهرة ونشوف بالأخص أن بعض مؤسسات الدولة هي نفسها تواصل تعنيف النساء، هذا هي الفكرة. كيف نشوف مؤسسة الشرطة ما زالت تعنف النساء، كيف نشوف القضاء ما زال ما يحميش النساء كما يجب، هذه كل لازمته تكوين. حتى مؤسسة التعليم العالي لا تحمي النساء المدرسات، ما تحميش المؤسسات، كافة المؤسسات لا تحمي النساء اليوم، ومش التعليم العالي فقط، ما التعليم الثانوي، التعليم الابتدائي، العديد من المدرسات. انا شفت قدام العمناول، شفتنا قدام السنة والعمناول، شفنا قدام وزارة التعليم العالي شكون ضرب جامعيات عنفهم بالواحد على وقفة احتجاجية. بالضبط، هذا مازال متواصل، ولا النساء تمشي تشكي تتعنف في مركز الشرطة، هذا مازال موجود. وهذا جانب من انتظاراتنا اللي كانت موجودة واللي لحد الآن مازالت خاطر حتى وكان وزارة المرأة تعمل مجهود في الحاجتين اللي قلت عليهم، ولا رجعت حلت الخط الأخضر، لكن راهو مجهود متكامل. يلزم الداخلية تتحرك، يلزم القضاء يتحرك، يلزم الإعلام يتحرك، يلزم التربية تتحرك، هذا الكل ثقافة تتحرك باش نجم نوصل أميساج نتاع راهو لا مجال اليوم لقبول عنف مسلط على النساء، بل بالعكس اليوم اللي هذه انتظاراتنا. لكن اللي نروه كيف ما قالوا أغلب الصديقات، نسمعوا في خطاب يشرع له كل هذاك.